خلونا نروح لموضوع تاني دلوقتي، وهو دايما بنحب نتابع اللي بيعملوه طلبة مصر في الجامعات وفي الكليات المختلفة. ولو نتكلم على فريق كلية هندسة المنيا، فاز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية. المنافسة دي اشتملت على 665 مشروع بحثي بمشاركة 60 طالب طلاب كتير من 60 جامعة مصرية مختلفة. صحيح، عدد كبير من الطلاب فعلا مشاركين، وزي ما انت ذكرتي 665 مشروع بحثي، ده عدد كبير جدا. ازاي قدروا ان هم يفوزوا؟ طبعا ازاي قدروا ان هم يفوزوا؟ كل تفصيل دي هنعرفها من الدكتور الصادق نور الدين، المشرف على مشروعات طلاب هندسة المنيا، اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور صباح الخير عليك، والف الف مبروك. صباح الخير على حضرتك يا فندم، الله يبارك في حضرتك، شاكر جدا للتواصل حضرتك. يا اهلا بيك. عايزين نعرف في البدايه ونتعرف اكتر على هذه الابحاث اللي احنا حصدنا بيها المراكز الاول والثالث. طيب، هو حضرتك في البدايه بالنسبه لطلاب التخرج او بالنسبه للمشروعات التخرج بالنسبه للطلاب، بنراعي فيها في المقام الاول تعزيز القدره على البحث العلمي وتطوير المهارات بالنسبه للطلاب مشروع التخرج، وان يكون مشروع التخرج بيخدم الرؤية المستقبلية لرؤية مصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع. عندنا عدة مشروعات اللي كانت للتخرج، من ضمن المشروعات دي هو المشروع تدوير نفايات الألمونيوم بالتقنية من الجيل الرابع، ودي كانت من ضمن المشروعات اللي بتخدم فعلا البيئة في التخلص من نفايات الألمونيوم وتحويلها إلى كتل يمكن الاستخدام او استخدامها في تنفيذ بعض الشغلات من الالومنيوم. زي ايه يا فندم؟ يعني تحولها لايه؟ يعني ايه حاجات؟ هي بتتحول الى سبائك، ومن السبائك دي حضرتك تقدر تستخدمها في عمليه التصنيع مباشر في اي منتجات الومنيوم، او بتدخل في اليمنتس صغيره بالنسبه لبعض الاجهزه المعمليه او المختبريه او بعض الكومبوننتس في الاجهزه الالكترونيه. طب طلبه الهندسه كانت يعني تخصصهم ايه؟ هندسه ايه؟ الطلبه اللي عندنا هو عباره عن برنامج هندسه الميكاترونيات والروبوتات الصناعيه. ميكاترونكس. طيب ايه الجديد في هذا البحث يا فندم؟ يعني حضرتك عارف ان دايما زي ما بنقول كده ان العلم يبنى عليه، فاكيد في ابحاث كتيره قبل كده اتكلمت في نفس الموضوع ده او متخصصه في نفس الموضوع، ايه الجديد اللي قدمه هذا البحث؟ بالظبط حضرتك، هو بالتاكيد طبعا مشروع تخلص البيئة أو تخليص البيئة من نفايات الألمونيوم مشروعات يمكن متكررة، ولكن الجديد في المشروع بتاع الطلاب بتوع برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية واستخدام تقنية حديثة، والتقنية الحديثة هي عبارة عن تقنية الجيل الرابع، وتقنية الجيل الرابع هي بتحول إلى عملية التحول الرقمي في التكنولوجيا أو التحول الرقمي في التكنولوجي، أو اللي هي ما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية اللي هي عبارة عن الأوتوميشن في أعلى مستويات بالنسبة للطلاب، وكيفية تطبيق التقنية دي على المشروع بالشكل ده بيمكنهم من كيفية تطبيق التحول الرقمي باستخدام التكنولوجي. طب دكتور، احنا شايفين بقالنا فترة الطلبة المصريين عندهم شغف كبير قوي بعمليات البحث بشكل عام والتطوير، وطبعا غير الريسايكلينج والحاجات دي كلها، طلبة هندسة قايمين بشغل عالي وكبير قوي. ازاي نقدر ان احنا نستغل الابحاث والافكار دي على ارض الواقع للاستفادة منها في حياتنا الواقعية، خليني اقول، وترجمة الابحاث دي على ارض الواقع، واستخدام خليني اقول الطاقات البشرية دي اللي عندهم بشكل كبير؟ يعني الطلبة بقالنا فترة بنشوف سواء في الروبوتكس أو الميكاترونكس أو في عمليات تطوير كتير بيعملوها، إزاي نقدر نستغل طاقتهم البشرية والشغف اللي عندهم في عمليات البحث فإن إحنا نحقق ده على أرض الواقع؟ والله زي ما قلت حضرتك إن في كتير من الشباب موهوبين وعندهم القدرة العالية على التطوير وعلى الإبداع وعلى الابتكار، فأعتقد إن من أحد المجالات الأخرى اللي إحنا نقدر نستغل الطلاب في تنفيذ رؤيتهم او مهاراتهم او خبرات بالنسبه للطلاب دي في تشريع فكرهم وبناء شراكات ناشئه ممكن، وكمان تطوير رياده الاعمال في من منظور الشراكات الناشئه، اللي يقدر الطالب يقول ان انا اقدر بعد التخرج عندي الاقي ان انا اقدر اعمل الشركه الخاصه بيا، أو زي ما بنسميها في صورة ريادة أعمال للأفكار الناشئة دي أو الشراكات الناشئة. كل
كل شكر طبعا للطلبة اللي شاركوا في هذه الأبحاث، وكمان بنشكر حضرتك دكتور الصادق نور الدين المشرف على مشروعات طلاب هندسة المنيا. شكرا جزيلا يا فندم.